السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام المحاضرة اليوم عملية يعني ما كثير منجيبنا بالفحص بصراحة لكن اللي بيداوموا بالاسعاف النسب الهضمي تقريبا اهم حاله اسعافيه بتجينا على اسعاف فلازم نكون على اطلاع فيها انا بصراحه اعطيتها لاطباء بالمشفى اللي بشتغل فيه وتقريبا خليتها على حالة يعني بدون ما اسالكم عن التفاصيل أنا رايح طفي طف الواتس مشان ما يزعجنا بالاشعارات توقع راحت الصورة ما? يا حكيم راحت. بصير كل ما زغرت النافذة عم تروح الصورة. <applause> يا طيب جاهزين دكتور بسم الله توكلنا طلع الصورة ما ما طلعت الصورة؟ ايه <applause> شباب طلعت الصورة؟ الصورة <applause> واضحة يلا توكلنا الله إذا موضوعنا اليوم آه، نصف السبيل الهضمي دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم. نعم الصوت أنا يعني معلي على الأخير شكرا <applause> انا عم اسمعكم منيح تسمعوني حكيم الصوت واضح تفضل ايه دكتور ايه تمام واضح يا رب ايه يا زملاء هلا بالعيطمية اشي عشان تجينا الجرد

دكتور حسام صوت مو طالع انت معنا يا دكتور حسام موجود معنا ايوه ايوه عم بسمعك عم بسمعك كيف الحال ايش الحال ايه نحط كتم للصوت لحاله ما لحال وما بعرف كيف طيب الصوره طالعه حاليا لا دكتور دكتور حاليا طيب. الصوره طيب مش الحال؟ ايه تمام دكتور مش الحال طيب اذا بدنا نسجل لنبدا يا رب السلام عليكم مساء الخير جاهزين يا شباب جاهزين دكتور جاهزين تفضل اذا موضوع اليوم نزف السبيل الهضمي بالعياده الهضميه الشكايات البارده بالهضميه أشياء الشيء بيجينا ما يتعلق بالجرد آه، عسر الهضم والقولون العصبي او الاي بي اس اما الحالات الهضميه الاسعافيه يلي بتحتاج استشفاء في الاجنحه وبالعنايه فغالبا بتكون العلاقة علاقه بالنصف الهضمي أشياء الشيء التهاب البنكرياس وانكسار معوض التشمع الكبد هاي مواضيع كثير مهمه لاي طبيب داخلية او طبيب عام بناوب بالمشافي بالنسبه للنزف الهضمي تقريبا هو اشع واهم استطبابات الامراض الهضميه للقبول في المشافي. نسبه الوفيات تقريبا 10% من اجمالي النزوف. اخطر الشيء نزف الدوالي عند مرضى تشمع الكبد تصل نسبه الوفيات الى 30% من المرضى. وغالبا بموت المريض يعني النزف بيسبب انكسار معاوضه مرض مزمن. مثلا مريض الموت مع مريض قلبي عم ياخذ اسبرين وصار معه نزف فالنزف بيسبب تدهور بالوظيفه القلبيه وبيموت المريض اذا عموما 10% تقريبا نسبه الوفيات واخطر انواع النزوف ما كان ناتج عن نزف دوالي المري التفريق النزف الهضمي العلوي عن السفلي من حيث الموقع التشريحي فالعلوي يعني على حساب المري او المعده او العفج اما النزف الهضمي السفلي فهو على حساب الصائم او الدقاق او الامعاء الغليظه في عندنا رباط اسمه رباط تريتز هذا بنهايه العفج يفصل العفج عن الصائم لعند رباط تريتز ممكن لا المنظار الهضمي العلوي انه يوصل فكل شيء بعيد عن متناول المنظار الهضمي العلوي هذا اسمه نزف هضمي سفلي هاي اذا تعريف من حيث الموقع التشريحي اذا علوي هو من العفج وقبل سفلي من الصائم او بعد في عنا ايضا تعريف اخر في عنا النزف الهضمي الصريح والنزف الهضمي الخفي هاي التعريف هي اهم شيء بالمحاضره النزف الهضمي الصريح نحن شايفين دم او اثار من الدم يعني اقياء دم صريح اقياء خثرات اقياء طحل قهوه تغوط دم صريح او تغوط ل بنسميه دم زفتي وفي شيء بنسميه المارون ستولز او يعني براز احمر بني او براز فخاري هذا بعبر عن نزف يعني متوسط الغزاره اذا سواء شفنا دم صريح او دم مهضوم بالاقياء او بالتغوط هذا اسمه نزف هضمي صريح في شيء اسمه النزف الهضمي الخفي التعريف في غايه الاهميه النزف الهضمي الخفي اما المريض عنده فقر دم بعوز الحديد من دون مشاهده نزف هضمي صريح او عنده دم خفي بالبراز مريض اجانا عنده اعراض عامه ايا كانت قصته عملنا له تحليل براز طلع في دم والمريض ما عم يشكي لا من اقياء ولا من خروج مدمى هذا اسمه نزف هضمي خفي يعني نزف بيكون بطيء جدا ولون البراز بيكون طبيعي كميات مجهريه بتكون الانسان اذا نزف كل يوم واحد ملي من الدم هذا شيء كافي انه يعمل له فقر دم حتى لو اكل لحمه ثلاث وجبات في اليوم لما بيخسر الانسان واحد ملي من الدم معظم الحديد نحن بجسمنا من اعاده تدوير الكريات الحمر الميته فالنزف الهضمي وان كان بسيط وغير مشاهد بالعين المجرده كافي لانه يعمل فقر دم طيب النزف الهضمي اذا الدم الخفي بالبراز مفهوم ان المريض ما شاف دم ولكن بالتحليل المجهري للبراز شفنا اثار من الدم هذا اسمه نزف هضمي خفيف فقر الدم بعوز الحديد لا يجوز ان يجينا مريض ونفحصه ونقول التشخيص فقر دم بعوز الحديد فقر الدم بعوز الحديد دائما وابدا لازم يتحدد سببه كل فقر دم بعوز الحديد هو نزف هضمي حتى يثبت العكس يعني ممكن انا ادرس المريض يطلع عنده بالاخير سوء امتصاص او نزف نسائي مثلا يعني ما يكون مريض نازف لكن التشخيص البدئي هو نزف هضمي بمعنى اخر اي مريض عنده فقر دم بعوز الحديد بده تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي مشان يعني اهم شيء نستبعد سرطان في السبيل الهضمي في تعريف اخر مهم هو النزف الهضمي المجهول obscure هذا مريض عنده نزف هضمي ممكن صريح وممكن خفي ولكن انا عملت له نظرت من فوق ومن تحت وما لقينا مصدر للنزف فانا عرفان المريض عم ينزف من السبيل الهضمي لكن ما عرفت من وين فهذا اسمه نزف هضمي مجهول وهي الحالات غالبا كانت سبب الامعاء الدقيقه لكن توفرت تقنيات لتصوير الامعاء الدقيقه فتراجعت حالات النزف الهضمي المجهول اذا هاي اهم شيء ما نركز بالتعاريف ان كل مريض لديه فقر دم بعوز الحديد ما بكفي انا اعطيه حديد وامشي لازم ندرس سبب عوز الحديد ممكن يكون نزف نسائي عند النساء بسن الانجاب او نزف نسائي شاذ مثلا نتيجه اورام نسائيه وممكن يكون بقى مشكله في السبيل الهضمي قرحه سوء امتصاص تشوه وعائي واكثر شيء من خاف من السرطان فكل مريض فقر دم بعوز الحديد لازم يدرس فقر الدم قبل ما نعوض الحديد هاي صورة للمنظار الهضمي منظار المعدة ومنظار الكولون بالشكل الخارجي نفسه تماما بيختلف الطول عندنا هذا الجزء بنوصل على معالج الكهرباء وهاي القبضة للتحكم وهذا انبوب العمل منظار المعدة طوله 110 سنتيمتر متر تقريبا بيدخل عن طريق الفم بيفحص المري والمعده والاثني عشر بالكامل منظار الكولون يدخل عن طريق الشرج وبيفحص الأمعاء الغليظة بالكامل وآخر تقريبا 20 سنتيمتر من الأمعاء الدقيقة طول منظار الكولون 160 سنتيمتر يعني تقريبا متر منظار العلوي ومتر ونصف المنظار السفلي هاي صورة كيف الطبيب ماسك باحدى اليدين القبضة وباليد الاخرى ماسك جسم المنظار عم يدخل عن طريق الفم والصورة طالعة امامه على الشاشة طبعا تنظير سواء كان علوي او سفلي يمكن ان يجرى بدون اي تخدير او مع تهدئة والمريض صاحي او مع تخدير عام حسب يعني درجة تحمل المريض هذا اسمه المنظار ثنائي البالون، هذا بيجي منظار طويل طوله تقريبا مترين ونصف وهذا يسمح بتصوير كامل الامعاء الدقيقة. ما في منه بكل سوريا على فكرة. هاي القبضة، هاي صورة أوضح القبضة نفسها بكل المناظير. في عندنا لولا بحرك هاي راس المنظار بحركه يمين يسار ولولا بحركه للأعلى والأسفل. فعندنا إمكانية المناورة بالجهات الأربعة وهذا صمام لنفخ الهواء وهات صمام لسحب المفرزات وهون قناة من منها منا حقن أو خازع أو إلى آخره المنظار ثنائي بالون بهالشكل بينفخ بالون بيكون ثبت زاوية وبيدفع الجزء الأمامي من المنظار هون بينفخ البالون الثاني بفش الأول وهكذا يعني البالونين عم بيثبتوا زوايا الأمعاء الدقيقة وبيسمحوا للمنظار بالمناورة بتلاقوا فيديوهات على اليوتيوب للدبل بالون انتيروسكوب هذا المنظار ثنائي البالون يسمح بتصوير الامعاء الدقيقه بالكامل طبعا عن طريق الفم بفوت لنهايه الصائم وعن طريق الكولون بيصور الدقاق تنظير الامعاء الدقيقه اجراء باضع جدا وبيستغرق حوالي الساعتين بينما تنظير الكولون بياخذ معنا اربع ساعات تنظير المعده ثلاث دقائق في اسه تقنية ايضا حديثه لتصوير الامعاء الدقيقه هي هالكبسوله الصغيره كبسوله بداخلها كاميرا وبيقوم المريض بابتلاعها وهي متصله لاسلكيا مع كمبيوتر خارجي تقوم بالتقاط صور لكامل الامعاء الدقيقه وبتظهر عنا الصور في غايه الدقه على الشاشه بهالشكل هون عنا عم تطلع تشوهات وعائيه هاي البقعه الكرازيه وهي وعندنا هاي بالصوره رقم اي A و C و هاي مقاطع للامعاء الدقيقه فيها زغابات واضحه حتى هون عندنا بهاي الصوره ايضا قرحه اذا هاي كبسوله تسمح بتصوير كامل للامعاء الدقيقه سعر الكبسوله على سبيل الاطلاع ألف دولار بينما التنظير الهضمي عندنا عم يكلف اقل من 100 دولار مع كامل نفقات المشفى ملاحظه مهمه نحن التغوط الزفتي او الميلينا لما بنسال المريض يعني على المريض اللي عنده تعب عام او عم نستجوب عن النصف الهضمي التغوط الزفتي بده يكون لونه اسود تماما مو براز غامق لان اي مريض امساك وظيفي لون البراز يميل الى السواد بده يكون لون البراز اسود تماما مثل الزفت وشيء مهم انه بده يكون لين القوام يعني اسهالي الدم دائما مسهل مخرش يعني إذا كان البراز أسود وقاسي، هاي في سياق الإمساك الوظيفي. فالتغوط الزفتي بيكون أسود تماماً، ليّن القوام، ورائحته كريهة جداً جداً. يعني يقال Once you smell it, you will never forget it. رائحة مميزة جداً. وتغوط الزفتي 90% يعبر عن نزف هضمي علوي، ممكن يكون عندنا تغوط زفتي مع نزف هضمي سفلي. طبعا الاسود يعني الدم هو ميرر تأكسد وتحول لونه الى السواد فاذا كان نزف الامعاء الدقيقه او بالجزء القريب يعني الكولون الصاعد بيعطينا تغوط زفتي مسموع صوت شباب ايه دكتور مسموع تمام تمام ايه التغوط الزفتي لان كثير بيجينا مريض ويحول استشاره هضميه اني برازه اسود بنفحصه علاماته الحيويه جيده فحصه بالكامل طبيعي والخضاب 15 16 بيقول لك براز اسود وقاسي هذا يعني امساك وظيفي اي مريض امساك يميل لون براز الى السواد بده يكون اسهال كريه الرائحه أه الاسود أه جاي من تاكسد الحديد فالمريض اللي عم ياخذ حب حديد ايضا بميل برازه للسواد وهالشيء لازم ننبه عليه المريض المرضى يعني مريض الهضمي انا بخرجه على وصفه حديد بيجينا بعد يومين ان يا دكتور رجع برازي صار اسود فنحن بنطمنه ان هذا من الحب اصلا كان لازم نخبره انه يرجع للاسود بسبب الدواء اختبار الدم الخفي بالبراز اذا كان المريض عم ياخذ حديد ما بيعطي ايجابيه كاذبه هاي ايضا نكشه هاي بتجيكم بالفحص ان الدم الخفي بالبراز ايجابيته تدل غالبا على نزف حقيقي يعني ما اني يعني الحديد بغشنا بلون البراز وليس بتحليل البراز طيب اذا تغوط الزفت يدل دائما يدل غالبا وليس دائما على نزف هضمي علوي ايضا تغوط الدم الاحمر الصريح يدل غالبا وليس دائما على نزف هضمي سفلي يعني تقريبا 10% من حالات التغوط الزفتي بيكون مصدرها سفلي و10% من حالات التغوط الدم الاحمر الصريح بيكون مصدرها علوي طيب كيف دم نزل من المعده وقطع عده امتار من الامعاء وطلع احمر عن احد احتمالين يا اما دم غزير يا اما نزف كان سريع وبالحالتين بيجينا المريض مصدوم نازل ضغطه متسرع نبضه ببين عليه اما اذا كان قطرات من الدم الاحمر بدون صدمه بحاله عامه جيده فهذا غالبا مشكله المريض قريبه قد تكون بواسير او شق شرجي. نزف اذا كان على مستوى الشرج بواسير شق شرجي في امراض الكولون مثل قرحه المستقيم الوحيده والقولون التقرحي حتى سرطان المستقيم هاي امراض رح ناخذها بعدين. بيعطي أعراض الإلحاح أي تخريش على مستوى المستقيم بيعمل شيء اسمه التنزمس أو الزحير يعني المريض بيشعر برغبة دائمة بالتغوط وبروح الحمام ما بيخرج إلا شيء بسيط وبيطلع ومانه مرتاح هاي علامات تخريش المستقيم أن الشعور بالإلحاح الدائم وعدم الارتياح بعد التغوط هاي علامات تخريش النهايات العصبية في المستقيم بتدل على مرض في المستقيم طيب هاي التعاريف هي اهم شيء على الاطلاق بالمحاضره. يعني اذا بدنا يعني نجيب سؤال بالفحص بالنزف من التعريف باقي الامور هي امور عمليه للطبيب الممارس بصراحه. بس انا فضلت لكم المحاضره على حالها لأن ان شاء الله بتفيدكم. نحن لما بدنا نستجوب المريض اللي عم ينزف بهمنا نعرف شكل النزف. هل هو راجع دم ولا تغوط زفتي؟ كم مره تكرر؟ هل يا ترى اخذ مثلا اوميبرازول مثلا او اخذ سيروم لتحسين الضغط هل انتقل للمريض دم قبل ما يجي لعنا على المشفى؟ هل عند المريض نزف سابق؟ اذا كان المريض بنظر من قبل وكان عنده قرحه غالبا مصدر النزف سببه نفسه. اذا المريض عنده مثلا كولون تقرحي معروف ايضا شيك نفس المشكله. اذا كان عنده سرطان معالج من عده اشهر من خاف من النكس. إذا كان عنده علامات المرض الكبدي، علامات تشمع الكبد. راح ناخذها بأمراض الكبد. مثلا مريض عنده يرقان أو عنده حبن من شك إني عم ينزف من دوالي. تشمع الكبد بيعمل دوالي بالمري. راح نقدرسها بالتفصيل. إذا المريض مثلا مريض قلبي من شك إني عم يأخذ أسبرين كلوبيدوغريل المميعات بتعمل نزف هضمي. المريض البدين يلي عنده مثلا عرج نتيجة إصابة أو تنكس مفصل ركبي أو ديسك أيضا من شك أني عم يأخذ مسكنات المسكنات حكينا محاضرة المعدة خاصة مضادات الالتهاب غير استيرويدية أه تسبب نزف حتى لو أخذ المريض بعض الطعام أو أخذ عشكل تحاميل أو أبر دائما في إلى خطورة معتبرة للنزف على فكرة أشياء عامل مؤهب على الإطلاق للنزف هي الأدوية عن يعني المسكنات واستخدام الأسبرين اللي غالباً عم بيكون ما له داعي الأسبرين من عشر سنين تقريباً لم يعد يستخدم كوقاية إطلاقاً الأسبرين فقط علاج يعني مريض عنده جلطة قلبية أو عنده جلطة دماغية بياخذ أسبرين بالمرحلة الحادة ووقاية من وقاية ثانوية من نفس الجلطة اما مريض والله عمره 40 سنه او معاه سكر بده ياخذ اسبرين لما يصير معه جلطه هذا الحكي خطا وبطل من الطب نهائيا اذا الاسبرين يفيد في الوقايه الثانويه الوقايه من نكس الحادث الوعائي ولا يفيد في الوقايه البدئيه لا يمنع حدوث الجلطه اول مره يعني حتى لو كان عند المريض كل عوامل الخطوره القلبيه ما بيستفيد اذا اخذ اسبرين ما بيقلل خطر وقوع الازمه القلبيه لاول مره وهذا الشيء لازم تاخذوه بالقلبيه الوقايه من الازمه القلبيه بتكون بالستاتينات بالاتورفاستاتين واشباهه عند المرضى اللي بيحتاجوا لوقايه اذا حواليكم مريض قال شيبنا صار عمرنا 40 او شيء وما ناخذ اسبرين هذا الحكي خطا وبطل في عدة سكورات هاي اللي بدي يعمل عليها بحث أه لمريض النزف إن مين اللي بالمشفى؟ ومين يلي بيتخرج على وصفه على البيت يعني مثل مريض مثلا نزف بواسير ما بيحتاج لا قبول بالمشفى مثل مريض تقيأ عدة مرات وطلعت شويه قطرات دم وتحاليل وفحصه العام جيد ما بيحتاج قبول في المشفى ففي عدة سكورات لتحدد خطوره النزف ومين المريض اللي بده قبول ومين اللي ما بده هاي امور نظريه بحته بكره بس تصير طبيب ممارس يعني رح تفحص المريض اللي امامك فحص شامل فباختصار وببساطه اذا كان تعبان من نيمه اذا كان مو تعبان آه نعطيه وصفه وبنخرجه على موعد تنظير بارد فهاي الامور نظريه اكثر ما ان عمليه اكثر ما انها نظريه يعني بجوز يكون المريض نصفه بسيط ولا يستحق القبول بس انت لما فحصته شفت صدره تعبان شفت عنده الم بطني كان عندك اعتبار اخر لقبول المريض فموضوع المريض استطباب قبول ام لا حسب الفحص العام للمريض هذا الشيء بيجي مع الخبره والممارسه العمليه بالنسبة لنقل الدم نحن بيجينا المريض يفضل ما نعمل تحليل خضاب فقط هلا في كثير مستوصفات بتحلل الخضاب فقط يفضل نعمل على الاقل اول مرة تعداد دم كامل سي بي سي تعداد دم بيعطينا معلومات مهمة مثل حجم الكري الحمراء الوسطي نعرف إذا كان في عنا نزف يعني عوز حديد بتنزل ولكن بال على المدى البعيد يعني لما بنشوف الام سي في نازل غالبا عند المريض مشكله مزمنه اما المريض اللي نزف خضابه طبيعي ما راح تنزل ام خلال ساعات بدها عده اسابيع يفضل اي مريض النزف نامن دم ونحطه احتياط اذا كان النزف حاد والمريض عم يراجع دم امامنا هذا بده نقل دم بغض النظر عن تحليل الخضاب اما اذا كانت الحاله تحت حاده او مزمنه يفضل تقريبا الخضاب 7 8 اقل من 7 بننقل طبعا الخضاب الطبيعي 13 14 يعني مريض عنده تغوط زفتي مزمن وضغطه جيد ونبضه جيد وخضابه عشرة ونص هذا ما بيحتاج دم بالعكس المبالغة في نقل الدم تؤدي إلى احتقان الوعاء النازف وزيادة خطر النازف إذا باختصار ينقل الدم لجميع مرضى النزف الحاد أما في حالات النزف تحت الحاد فينقل الدم إذا كان الخضاب سبعة فما دون وخاصة عن مرضى دوالي المريض مريض تشمع تشمع الكبد بيكون عنده فرط حمل سوائل نزف الدوالي رح ناخذها بالنظريه سببه بالاساس زياده الاحتقان وزياده الضغط على جدران الدوالي فعم خطا للاسف ان المريض عم كميات كبيره جدا من الدم عبيأخذ عبيأخذ عم بياخذ بلازما عم صفيحات هالشيء عم بيزيد الحجم عنده بشكل كبير وعم الى نكس نزف الدوالي مريض التشمع دائما عنده الاي ان ار مرتفع بس هذا بسبب خلل الوظيفه التصنيعيه للكبد ما بيدل على خطر نزف رح ناخذ فيزيولوجيا الكبد بالتفصيل الكبد بيصنع بروتينات التخثر فبالتشمع تضعف الوظيفه التصنيعيه بتطاول الاي ان ار ولا يفيد في مراقبه خطر النزف عن مرضى التشمع يا يعني مريض التشمع النازف ما بده بلازما وما بده صفيحات وهاي من الاخطاء الشائعه في الممارسه بده كريات حمر مركزه وباقل قدر ممكن يعني انا اذا اعطيت المريض اربع خمس لترات من الدم ومشتقاته انا باكيد عم لخطر النزف مجددا مره ثانيه او ثالثه ونزف الدوالي 30% بترافق مع وفيات فهي خطا يعني لا يغتفر مريض التشمع النازف بياخذ كريات حمر مكثفه لنوصل الخضاب للسبعه ثمانيه فقط بدون بلازما بدون صفيحات بدون ارهاق القلب بالمزيد من الحجم موضوع غسيل المعده او الانبوب الانفي المعدي عند مرضى النزف من الاخر يعني هاي خلاصه عده دراسات ما في داعي له اطلاقا كان سابقا يعتقد ان غسيل المعده بسيروم ملحي وخاصه اذا كان السيروم الملحي بارد بده يعمل تقبض بالأوعية وبيحرض على الإرقاء لكن الدراسات الكبرى أثبتت عدم جدوى هذا الإجراء أنا ممكن إذا فت في المنظار ولقيت المعدة مليانة دم فوت أنبوب مشان أغسل المعدة وحسن الرؤية لكن بشكل عام أني خسيل المعدة بهدف الإرقاء وإيقاف النزف لم يعد يستخدم نهائياً أدوية البي بي آي مثبطات مضخة البروتون نحن أخذنا بالمعدة في عنا ثلاث أنواع من الأدوية المضادة للحمض اللي هي المالوكس وأشباهه والرانتيدين وعائلته والأمبرازول وعائلته بالنسبة الهضمي حصرا ما نعطي بي بي آي الأدوية ضعيفة الفائدة جدا ممكن نعطي البي بي آي على فكرة فموي أو وريدي فموي إذا كان المريض ما عنده أقياء فعال وكنا سابقا نحطه بمضخة ونعطي المريض بجرعة ثابتة يستهلك كمية كبيرة من الدواء لكن التوصيات الجديدة بكفي إبرتين من دواء البي بي آي إبر الصبح وإبر المساء بتغطي ال 24 ساعة وكل الأدوية هاي مثل بعضها يعني كل فترة بيجينا مندوب لشركة معينة بيروج لمستحضر معين كل أدوية يعني المراجع اليوم عم بتقول لنا أني give the patient بي آي بدون ما تحدد اسمه وبالتالي كلها متقاربه الفعاليه. انا لما بعطل الحموضه عم نمنع تفعيل انزيم الببسين يلي بقوم بهضم الخثره وبالتالي تعطيل الحموضه يعطي المجال للخثره لكي تلتئم وهاي الهدف من البي بي اي عم بتسرع الالتئام وعم بتحسن او البقيه عند المرضى. اذا اذا كنت بتداوم بمشفى مريض النزف ما كثير صاعق اعطيه فموي لا اذا بدك تعطيه وريدي بكفي ابرتين بالمضخه المريض بده سبعه باليوم بالنسبة للمريض يلي عنده تشمع كبد او شك تشمع كبد مريض عنده يرقان مريض عنده حبن او مريض معروف انه عنده تشمع بدنا نعطيه دواء اسمه اوكتريوتايد اسمه التجاري ساندوستاتين اوكتريوتايد هو مشابه للسوماتوستاتين يؤدي الى تقبض الاوعيه البابيه وبالتالي تخفيف الاحتقان في الدوالي ايضا بيحتاجوا الى صدات حيويه مرضى نزف دوالي المري وموضوع دوالي المري ما ناخذه اوميبرازول وريدي بالاضافه للسيرومات مريض التشمع مع الاوميبرازول بنعطيه سوماتوستاتين وريدي وبنعطيه صاد حيوي يفضل السفترياكسون يفضل مريض التشمع النازف ينام بالعناية المشددة لأن النزف ممكن يدخله باعتلال دماغي كبدي ويدخله بتخليط ذهني هاي تفاصيل ثانية بناخذها بعدين مع التشمع بياخذ مدرات أكيد ما وقت إني أعطيه المدرات والمريض عم ينزف مشان ما يدخل بنقص حجم أكثر بالتأكيد سوف توقف المدرات الدواء المسهل أكيد سوف يوقف هلا الأومبرازول لا يفيد في نزف في الدوالي لكن مريض التشمع ممكن يكون عنده قرحة فأنا بعطي الأومبرازول وبعطي السوماتوستاتين وبندخل بالمنظار وحسب الآفة النازفة من تابع الدواء المناسب للآفة آه مرضى التشمع آه بيأخذوا دواء بروبرانولول هذا بالمرحلة الباردة للوقاية من نزف الدوالي بالمرحلة الحادة ما بصير نعطي حاصر بيتا لمريض نازف لأنه ببطئ النبض وبيخبي لنا علامات النزف إذا السوماتوستاتين للعلاج والبروبرانولول للوقاية المواضيع كلها بدأت تمر علينا مرة ثانية إن شاء الله طيب التنظير الهضمي هو تشخيصي وهو ايضا يسمح ببعض التداخلات العلاجيه ولكن لا يجوز اجراء التنظير قبل تحسين الحاله الهيموديناميكيه للمريض اذا بالاول مريض بيكون ضغطه نازل بندعمه بالسيرومات بمشتقات الدم الامبرازول الوريدي بالسوماتوستاتين بالنسبه لمرضى تشمع الكبد مسموع الصوت شباب؟ ايه دكتور مسموع تمام تمام اذا نحن عندنا اي حاله اسعافيه عندنا اي أه بي سي في قاعده بتقول لا تخلي مريضك يموت على طاوله التصوير يعني نحن بيجينا مريض مثلا حاله صرعيه ما بصير ابعته على الطبقي وهو عم يخرج لا بعمل له الاجراءات الاسعافيه بعدين بصوره ايضا بيجينا مريض عم يستفرغ دم بالاول ما ندعمه بالسيرومات ومشتقات الدم ادويه مثل الاونداسيترون الاوميبرازول السوماتوستاتين والتنظير يفضل ان يجرى بعد 12 ساعه خلال 24 الاسراع بالتنظير يسبب يعني ازمات قلبيه ويزيد الوفيات عند المريض حتى لو انا على راس عملي والمريض اجى لعندي على قسم التنظير لا بالاول نعمل له اجراءات الاسعافيه ويؤجل التنظير التنظير يسمح عند اللي بيصير وقته بارقاء القرحه النازفه نحن متوفر عندنا مخثر كهربائي وفي عندنا خرزات ميكانيكيه مثل الملقط بتمسك الوعاء النازف وممكن نحقن أدرينالين على الوعاء النازف هلا بعد ما يستقر المريض بدنا نشوف سبب النزف اذا كان مسكنات الالم وخاصه مضادات الالتهاب اللاستيلو القديمه يفضل ان توقف وقدر الامكان نتحول الى خيارات امنه نعالج المريض بالباراسيتامول بالكوديين علاج فيزيائي عكاز مثلا نحاول قدر الامكان نبتعد عن هاي الادويه اذا كان ولا بد المريض بده ياخذهم بده ياخذ معهم بي بي اي وقائي مدى الحياة والأسبرين يصنف مضاد التهاب غير استيرويدي له خطورة كبيرة للنزف فأيضا الأسبرين يا أما يوقف أو يتابع مع أمبرازول وقائي مدى الحياة ومنأكد أن الأسبرين إذا كان المريض ما عنده مشاكل قلبية يلغى نهائيا أما إذا كان المريض عنده مشكلة بالشرايين القلبية أو الدماغية يتابع الأسبرين مع بي بي آي وقائي بشكل دائم وممكن ممارسة يعني أقل كفاءة نحول من الأسبرين إلى الكلوبيدوغريل لكن يفضل حتى لو أخذ كلوبيدوغريل المريض يضل عم يأخذ بي بي آي وقائي مدى الحياة ادويه الكوكسيب السيريكوكسيب والايتوريكوكسيب هاي مضادات التهاب غير استيرويديه آه من الجيل الحديث هاي امنه هاي ممكن يعني المريض يتابع فيها بدون ما ياخذ بي بي اي وقائي ايضا بناكد ان مضادات الالتهاب غير استيرويدي حتى لو كانت بيقول ملبس او تحميله او وريدي او عضلي آه دائما تحمل خطوره للنزف بالإضافة إلى ضرر على المعدة بسبب احتباس الأملاح ترفع الضغط بتسيء ضبط قصور القلب بتعمل التهاب كلية خلال حاد يعني بتأثر بتسبب مضادات الالتهاب غير السيرويدية قصور كلية مزمن على المدى البعيد ممكن توصل بالمريض إلى غسيل الكلية أيضا بتأثر سلبا على الربو المريض الربو اللي بيأخذ بروفين أو ديكلوفيناك ممكن يتحرض عنده هجبة ربو لأن أبتلنا صناع البروستاجلاندين الموسع للقصبات طيب إذا كان مريض ما عنده نزف هضمي ومنا نوصف له انسيد أو مضاد التهاب غير ستيرويدي ف مين هن الفئات الاكثر عرضه ل آه يصير عنده نزف هضمي اذا كان في عند المريض قرحه سابقه اذا كان عم ياخذ جرعه كبيره من الدواء او عم ياخذ معه مميع او آه سيرويد اذا كان عند المريض مرض مزمن متقدم قلنا اي مرض مزمن بضعف الترويه المخاطيه للمعده وبيخلي دفاعات المعده ضعيفه تجاه القرحات آه البريدنيزولون او السيرويد والكلوبيدوغريل بحد ذاتهم ما بيسببوا نزف ولكن بيعززوا خطوره النزف عند اعطائهم مع مضادات الالتهاب غير الستيرويديه بشكل عام آه الانسيتس تحمل خطوره النزف حتى عند طفل عمره خمس سنين اخذ معلقه بروفين واحده فاذا حسننا اي مريض بده ياخذ جرعه من الانسيد ولو كانت قصيره الامد ياخذ معها وقايه للمعده بيكون افضل نحن عندنا ادويه البي بي اي رخيصه جدا اما اذا كان لا المريض ما بده دواء كثير فهذه هي الفئات لاكثر عرضه للنزف مع مضادات الالتهاب غير السترويديه حتى لو كانت حبه واحده من البروفين او ملعقه واحده عند الاطفال او ابره واحده يعني ما ضروري ياخذها على المدى الطويل من اول جرعه ممكن تعمل نزف طبعا كل ما زادت الجرعه وزادت المده بتزيد الخطوره طيب المريض القلبي مريض عنده مشكلة قلبية وعم ياخذ اسبرين ونزف بنعرف ان الاسبرين بيثبط الصفيحات لمدة اسبوع فنحن مجرد ما نعالج النزف الهضمي وندخل بالمنظار ونشوف القرحة تليفت خلاص يعاد الاسبرين مباشرة كنا سابقا نستنى اسبوع لا هلق اذا نزف المريض الصبح ونظرته المساء بعد 12 ساعة وكانت القرحه متليفه يعادل الاسبرين مباشره ولكن مع بي بي اي اذا كان مريض قلبي وكان بحاجه لمسكن الم اقل دواء حتى للملح من هذه الزمره هو بروكسين لكن فعلا. طبعا نابروكسين هو غير انتقائي بده مع بي بي اي ولكن يعني ما بياثر على قصور القلب على الضغط النسف الهضمي ممكن علاجه بالامبرازول الوريدي ممكن يكون لحاله كافي معظم القرحات النازفه يعني بتتليف فقط باعطاء الامبرازول الوريدي في نسبه قليله نضطر الى التخثير بالتنظير وفي نسبه قليله تحتاج الى تدخل الجراح لايقاف النزف وخاصة إذا استمر المريض عم ينزف كميات كبيرة ودخل بصدمة. هاي رقم مقترح إن المريض يحتاج إلى ست وحدات دم في 24 ساعة بيحتاج جراحة. طبعا الرقم ممكن يزيد أو ينقص حسب ظروف العمل عندك. لكن دائما لما بيكون عندنا مريض نزف هضمي حاد أنا كطبيب داخلية بتابعه وبخلي الجراح عنا بالصورة بقول له مريض نزف ممكن فيقك بنص الليل تشتغل له العمل الجراحي. إذا كان نزف غزير ما سيطر عليه بالعلاج الدوائي والتنظيري واستمر المريض بحاجه الى نقل كميات كبيره من الدم سيحتاج الى تدخل جراحي اسعافي. في عندنا تصنيف حسب مظهر القرحه بالتنظير الهضمي تصنيف اسمه تصنيف فورست اه نحن بنبدا من الصوره بالاعلى على اليسار. الارقام الرومانيه اشملنا فيها طبعا برجع بذكر المحاضره هاي اغلبها للاطلاع بس ركزوا لي على التعاريف في بدايه المحاضره أه في عندنا ممكن يكون انفوت اللاخن دم نافر هاي اخطر اشكال القرحه نافور الدم عم تطلع من الوعاء ممكن نلاقي عم بنز نزنزه هاي بنسميها أو oozing بلاد هاي بتجي اقل بالخطوره الدرجه اللي بعدها ان نشوف وعاء نافر ومحتقن في قعر القرحه ولكن ما في نزف هذا ايضا في خطوره كبيره لانه يرجع ينزف خلال 24 ساعه اللاحقه والدرجه الرابعه ان نشوف خثره كبيره وملتصقه في قعر القرحه والنزف متوقف ولكن هاي الخثره بنسميها قنبله موقوته ممكن تفجر باي لحظه هدول المظاهر الان أربعة أنا بحتفظ بالمريض بالمشفى وبخليه على المراقبة إذا كان عنده نزف أنا بشوفه بعينه دم نافر أو دم ناز هذا بينترك بالمشفى ما بعد على البيت وإذا شفنا وعاء محتقن وإذا شفنا خثرة كبيرة ملتصقة هاي مظاهر تحمل خطورة كبيرة لنكس النزف ويجب متابعة استشفاء المريض في عنا مظهرين بيحمل خطورة أقل من 1% للنكس وبيتخرج المريض مباشرة يا أما نلاقي بقعة مصطبغة بقعة مصطبغة في قعر القرحة بنسميها فلات بيجمنت سبوت أو نلاقي القرحة لونها كله أبيض ومنسميها قرحة نظيفة القعر هاي معناتها القرحة التأمت تقريبا ويمكن إعادة الوارد الفموي وتخريج المريض إلى البيت بأمان إذا النزف الفعال والوعاء المحتقن والخثرة الملتصقة مظاهر عالية الخطورة لنكس النزف أما القرحة النظيفة أو القرحة اللي فيها بقعة صغيرة مصطبغة مظاهر منخفضة الخطورة والمريض بيتخرج على البيت هاي أهم الملاحظات على النزف الهضمي وكان تركيزنا غالبا على النزف الهضمي العلوي شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق طبعا الامراض اللي مرت معنا في جزء ما اخذناه رح ناخذهم بالتفصيل ان شاء الله بس بيهمنا التعاريف الوارده في بدايه المحاضره وخاصه تعريف النصف الهضمي الخفي اللي هو استطباب للبحث عن مصدر ما بكفي نعطي حديد لمريض فقر دم يعوز الحديد اذا عندكم سؤال تفضلوا الله يعطيك العافيه هلا بس بعد اذنك مر معنا انه الاسبرين هو مر معنا مره انتقائي لكوكس واحد مر معنا انه هو غير انتقائي ابدا او ربما هو يكون انه غير انتقائي غير انتقائي كوكس واحد كوكس اثنين بس عندنا في بلادنا ما بنستخدمه مضاد التهاب فمستحيل يعني يكون انه غير انتقائي عم ناخذه بس للاول لا الاسبرين غير انتقائي الاسبرين غير انتقائي كان سابقا غير انتقائي وبيعمل نزف نصف <سؤال> عنا اذا بكميات قليله جدا عم بيعمل نزف فمن باب اولى معناتها مستحيل لا وسط ولا نعطي بكميات مرتفعه كمضاد التهاب عنهم مثلا في سوريا لا لحظه هاي نقطه مهمه الاسبرين اخطر دواء من هاي الادويه كلها لان الانسان بتثبط الصفيحات بشكل عكوس الاسبرين تثبيته غير عكوس الاسبرين كدواء التهاب كان عيار 500 وهذا انقرض من الاسواق كلها هلا في عندنا دواء اسمه اكسدرين مسكن الم للشقيقه في اسبرين 250 وانا ما بنصح نهائيا بهذا الدواء ولو كان القرار بايدي لاسحبه من الاسواق الاسبرين المتاح عندنا كمميع متوفر بعيارات بين 75 ل 162 تمام ايوه جرعه تمام. 30 ملغ من, من الاسبرين ايه 30 ملغ اسبرين كافي انه يعمل نزف اصغر جرعه من الاسبرين فيها خطوره هذا خطا كتير شائع يعني مريض عم باخذ اسبرين خفيف اسبرين اطفال ما بيعمل شيء لا كل البلاوي منه 30 مليغرام اسبرين كافي ان تعطل افراز المخاط اقل عيار عندنا 75 او 81 في دراسه عملتها زميلتنا بحلب عام 2015 ثلث مرضى اللي عم بيأخذوا الاسبرين في عندهم سحجات في المعده، الثلث اسبرين بجرعه 81 دكتور هلق في كمان انه في ناس بيستخدموا الاسبرين لمعالجه الصداع كمان خطا هلا هو فعال هذا في دواء اسمه اكسدرين نصه سيتامول 250 و250 اسبرين فهو بصراحه فعال بعلاج الصداع ولكن هيك جرعه كبيره اكيد بده معاها امبرازون حمايه للمعده اذا اخذ حمايه معده مو خطا خاصه بالشقيقه يعني الشقيقه بتعجز المريض والطبيب جرعة الأسبرين كمسكن تعتبر جرعة كبيرة وتستلزم الوقاية بشكل أكيد ولو حبة واحدة. تمام دكتور. يعطيك العافية دكتور. إلى مرضى ارتفاع الضغط بياخذوا أسبرين وقائي؟ لا وقائي لا. في دراسة يابانية هاي اللي غيرت التوصيات. تابعوا ألف مريضه نصهم اخذوا اسبرين ونصهم لا وفي منهم مرضى معهم ضغط وسكر وشحوم ومدخنين فشافوا اني مهما كانت عوامل الخطوره كبيره سواء اعطيت اسبرين ام لا خطر النوبه القلبيه نفسه اذا بده ياخذ حمايه حمايه القلب فستاتين في العيادات بيقولوا لنا انه كل مريض فوق ال 40 سنه لازم ياخذ اسبرين في إلى القلب هاي هي انتهت انتهت هي معلومه قديمه بالنسبه اذا انا اذا انا بالاسعاف بدي اسكنه مثلا اعطيه ابره بكلون، هذا راسا اعطيه كمان أوبرازول؟ ولا لا اذا مره واحده لمريض الشاب لا ما في مشكله بس اذا ما نوصف وصفي دائمي مثلا مريض عنده تنكس مفاصل هل بيحتاجه على المدى الطويل؟ يفضل ياخذ حمايه بعدين بيجينا على الاسعاف مريض قولنج كلوي مثلا اول دكلون ما عم نعطيه شيء بس اذا شفنا شغله طويله لا اعطيه يعني ابره رايزك احسن رايزك امبرازول وريدي طبعا. بالنسبه للسيلوكوكسب ما في داعي نعطي اوميبرازول مو هيك؟ ايه ما في داعي بس مشكلته اني ما في منه غير فموي سيلوكوكسيد لو كان في منه حقا كان ريحنا <تصفيق> <تصفيق> تمام حكيم الله يجزيك الخير الله يسلمك المحاضرة مثل ما قلت لكم للاطلاع بس اطلاع ما يعني حذفها لانها كثير مهمة دكتور نعم التنظير الهضمي العلوي ممكن يكون مضاد استطباب عند مرضى دوالي المري يعني ممكن يسقب احد الاوعيه اثناء التنظير لا ما وارد يسقب ممكن اذا مريض نزفه غزير يستنشق الدم تمام الله يعطيك العافيه حكيم الله يسلمك اذا كان مبتدئ اذا كان لسه مبتدئ مثل حكايتنا كيف ما ما سمعت السؤال لا عفوا دكتور ما في ما في سؤال بس عم اقول له رفيقنا الا اذا كان مبتدئ بس عم بجرب مثل حكايتنا بالاول لا هلق ال ان جي تيوب او المنظار ما بيسخب الوعاء لا دكتور مو 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 صبع. مثل هذا اللي شفناه اخر شيء فرجيتنا اياه اخر شيء هيك آه ظاهر كان يعني آه شو كنا نحكي اخر 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 سلايد انه قرحه وعلى وشك على وشك ايه هاي اخر سلايد محتقن الوعاء المحتقن او الخسارة بيجي الواحد ليتشاطر يحط عليها كليب هاي الخرزه فممكن يفجر الوعاء النازف او يقلع الخسرة او يطلع الدم فنحن بنتركه وعلى فكره لما عم نعطي الام برازول وريدي قبل التنظير 95% من القرحات عم نلاقيهن نشفانات وقعر نظيف ممكن تقراوا بمرجع انهم بنظروا وبعدين بيعطوا بيقعد. فعطول بفوتوا بيلاقوا مظاهر نزف لان احنا بنميل مع الراي ان اومبرازول كار... ايوه وزي خير يا رب حياتي دكتور يعني بصراحه انا بعد صار سبع سنين بالهضميه القرحات اللي فت وشفت الدم قدام لعب ينفور يمكن ما بيطلعوا 10 15 حاله مع اني شاط بمشافي عامه فيها اعداد مرضى كبير لاني غالبا يعني الامبرازول الوريدي عم بجنبنا كوابيس دكتور يعني هذا دكتور يعني هذول اللي عم تقول عليهم يعني هو أجا معه أقياء دم ولا لا انت كنت عم تنظر وشفت نفر دم جوا او كان هو اصلا نفر بس لسه ما كان هو معه أقياء ما كان جاي بدون اخياء لا نحن بيجينا مريض عم يراجع دم ما بندخل المنظار مباشره بنعطيه سيرومات ودواء وريدي لحاله هذا بفيد بفيد بقاء النزف وثاني يوم نعمل التنظير ايوه تمام يعني بمعنى اخر الاوميبرازول الوريدي احسن من اي اسلوب تخثير بالتنظير الهضمي انا اذا بدات شاطر احط كليب او احقن ادرينالين او أكل وعاء بالكهرباء لا اعطيه امبرازول وريدي احسن بكثير من كل هالاجراءات هون تفاصيل يعني اكثر من تخصصيه يعني هاي المحاضره حضرها عميد كليه الطب ادلب الدكتور ياسر الكنش مدير المشفى وهيك فجبنا فيها كل التفاصيل بس قلت خليها على حاله بتطلعوا عليها وما راح نسالكم من التفاصيل ما حبيت احذف منها شيء من بكره باول إنه... خير. الله يجزيك الخير ما شاء الله الله يجزيك الخير والله كويس على المحاضره بأول مناوبة بدها تلزمكم بأول مناوبة شرط <applause> <applause> كان في أحد أقربائي كان عم يتغوض أو يطلع مع التغوض الدم صريح يعني أحمر وبعد أسبوع شف في لحاله تنصحنا نعطيه شيء او هو ممكن يكون خلال مثلا شدة تنفسية شدة يعني نفسية او هيك يعني صار معه هلا هذا غالبا بواسير بس يفضل يعمل تنظير سفلي قصير خاف يكون عنده بداية كولون تقرحي مثلا بيختلف تدبير كليا حكيم الله طيب يعطيكم العافية إذا في أسئلة بنتابع كلام على المجموعة شكرا لاستماعكم وتصبحوا على خير الله يعافيك دكتورنا وأنت بأهل الخير إن شاء الله يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله